كده نكمل بقى المحاضرات بتاعت النهاردة اللي هي الباترسبون للأورفرينجيال سبيسز والفلور اوف ذا ماوث. السليفري جلانس من الحتت السهلة جدا وما فيهاش مشاكل كتيرة، وزي ما انتوا عارفين ان اصلا النك بتتقسم الى جزئين كبار اللي هما السوبرا هايويد نك والانفرا هايويد نك. السوبرا هايويد هي اللي فيها التنج والماوس فلور والسليفري جلاندز، و الانفرا هايويد نك هي اللي فيها اللارينكس والثايرويد والباراثايرويد وبقية الليجنز اللي موجودة في النك. البارافرينجيال سبيس هو متوسط ما بين الاتنين، يعني جزء منه سوبرا وجزء منه انفرا هايويد. فنقول بس الكلام دوت علشان في الامتحانات ممكن يقول لك اتكلم على السوبرا هايويد فتبقى عارف ايه هما الحاجات اللي احنا بنقولها وايه الانفرا هايويد بعد كده. بالنسبة للسليفري جلانس ما عندناش حاجة ذات شأن قوي إلا الستونز والإنفكشن والتيومرز، والتيومرز هي أكتر حاجة تقريبا. عندنا إبيتيليال تيومرز زي الأدينوما والكارسينوما والوارتون، وعندنا نان إبيتيليال زي الهيمانجيوما والإنفنجيوما والليمفوما والليموما والسركوما. السليفري جلانس طول عمرنا بنفحصها بالبلين اكس راي والسيلوجرافي. دلوقتي طبعا الالترا ساوند واحد من الحاجات الكبيره جدا، وكذلك السي تي وكذلك الام ار اي. في الاكس راي بنشوف الستونز ونشوف اذا كان في كالسيوم ولا لا، ونشوف اذا كان في ايروجن في العظم اللي جنب السليفري جلانس. السيلوجرافي بيشوف الريديولوسنت ستونز، بيشخص السيلكتاسيز، وبيشوف اذا كان في امبيتيشن او displacement of the duct by benign or malignant lesion. السيلوجرافي تراجع بشدة في الفترة اللي فاتت ولكنه مازال موجود. في كان زمان في اساطر مخصوصة، دلوقتي ما تفرقش. بنفتح بق المريض وبنروح عند second upper molar tooth، بنلاقي الفتحة بتاعة المين باروتيد داكت، بندخل جواها القسطرة وبنحقن سوا ونصور. ديت المين باروتيد داكت وديت الانترا داكتال برانشز، وبعدين نشيل القسطرة أو نخليها ما تفرقش، ونعمل فرونتال ونعمل اوبليك ونعمل لاترال على أساس إن إحنا نشوف الجلاند بطريقة واضحة. بالنسبة للصب مانديبيلر بنخلي المريض يرفع لسانه لفوق، في تحت اللسان في بقللتين كده صغيرين، هم دولة الفتحات بتاعة الصب مانديبيلر ده. بنجيب برضو قسطرة تتناسب مع الفتحة ديت، بندخلها وبعدين بنحن صبغة ونلاقي الدكت والانترا دكتال برانشز. عشان نعمل سي تي او ام ار اي ونشوف كفر ذا اريا اللي هي بتغطي السليفري جلانس، ننزل تحت المانديبل بشويه ونطلع لحد قرب التمبرو مانديبلر جوينت، بنكون تقريبا خلصنا السليفري جلانس. This is the normal appearance of the parotid في السي تي وفي الام ار تي 1 وفي الام ار تي 2. والسب مانديبلر سليفري جلاند السيتي is more dense عن البروتيد normally، لأن السكريشنز اللي فيها فيزن أكتر من البروتيد. And this is the appearance في ال T1 and the appearance في ال T2. ومعظم ال salivary glands are of intermediate signal in the T1 and in the T2 weighted images. This is the normal appearance of the submandibular salivary glands على الناحيتين، هنا الاسترنال مستويد مصل وتحتها الكاروتيد فيسلز. بالنسبة للستونز فالستونز are more common in the submandibular duct علشان هي
السكريشنز فيزيد وفي نفس الوقت هي بتدرين لفوق، أما البروتيد أقل وبعدين السابلينجوال أقل. الستونز ار مالتيبل في حوالي 25%، وزيهم بتبقى الستونز ريديولوسد. الستونز بتاعت السبمانديبولر متعودين إنها تبقى من الأحجام الفاخرة، يعني تلاقيها حاجات مقعلصة أوي أوي زي مثلا الاتنين دولت كده. وبعدين لما تبص على السبمانديبولر جلاند نتيجة الأوبستراكشن فبتلاقي الجلاند إيزوسبولين، وممكن تلاقي الدنسيتي بتاعتها بقت أعلى من الطبيعي. And this is an example of a big stone in the submandibular duct. ممكن طبعا يوصل إلى هذه الأحجام الفاخرة، وفي الغالب ما بيعملش وجع للمريض، ولكن كل ما يجي يبلع يحس إن فيه يعني حاجة كده في الفلور of the mouth lump أو حاجة زي كده. الضغط بتاعة الباروتيد جلاند بتمشي subcutaneous وتلف تلف تلف لحد لما تدخل الماوث عند قصاد الأبر مولار توث. عشان كده الضغط بتاعة الباروتيد بتكون بره subcutaneous، وده الستون اللي هو قافل الضغط، والضغط is dilated، وطبعا هيبقى يحصل شوية inflammation وستيزيس، ودوت هيبقى ريفلكتد على السبكتينيوس فات. ودايما انا بقول ديت علامه كباره جدا للتفرقه ما بين التيومرز والانفكشن، اللي هو the appearance of the subcutaneous fat. If the fat is clear يبقى ابعد عن الانفكشن. If the fat is dirty تفكر في الانفكشن. And this is an example of a parotid duct stone where الدكت is slightly dilated والجلاند is enlarged شوية، والدنسيتي بتاعتها أعلى من الناحية التانية، والسبكتينيوس فات اللي هنا في stranding وكده compared to the subcutaneous fat الناحية التانية. يعني ممكن الجلاند تبقى infected من غير ما يكون في stones ولا حاجة، وفي عندنا viral infection مشهور قوي المامبس وخلافه، وفي bacterial infection زي الستاف والستريبت وهكذا. The gland whenever it is infected هتبقى swollen، الدنسيتي بتاعتها هتبقى أعلى، واللي أهم من كده إن subcutaneous fat هيبقى dirty أو strand. And this is an example of parotitis. The parotid gland is enlarged، الدنسيتي بتاعتها أعلى من الناحية التانية، the subcutaneous fat is not clear. مثال تاني الباروتيتس، and you see the parotid gland is swollen compared للناحية دي، الدنسيتي بتاعتها أعلى من الناحية دي، الفات subcutaneous في stranding و reticulations ما أعرفش إيه، and this is parotitis. طبعا الباروتيتس ممكن تنتهي، أو الانفكشن يعني ممكن ينتهي بـ abscess formation، سواء كان في submandibular salivary gland أو كان في البروتيد. And this is the submandibular abscess. And you see إن في liquefaction وفي marginal enhancement. و this is the stone اللي موجود في submandibular duct، وهو اللي قفل الجلاند وأدى إلى حدوث هذا الأبسس. ال chronic inflammation of the salivary glands especially البروتيد بيعمل حاجة اسمها السيليكتاسيز، وفي العصر الإغريقي أيام زمان كان في أنواع كتيرة جدا السيليكتاسيز، وكان بتعتمد على الكونتراست بولز ديت، لو كانت نقط بيسموها بونكتيت سيليكتاسيز، لو كانت كور كور بيسموها جلوبيولر سيليكتاسيز، وبيشبهوها بالشجرة اللي فيها فواكه كتيرة وما فيهاش ورق، بيسموها leafless fruit laden tree. And this is what we call globular salictasis، على أساس إن إحنا عندنا multiple areas of stasis of contrast pools موجودة throughout the salivary gland. واحد من الحاجات المشهورة جدا جدا في الباروتيد اللي هو الشوجرن، والشوجرن ليه علاقة
جبارة بحاجات كتيرة جدا، من ضمنها إذا أنت تفتكر يعني حاجة اسمها lymphocytic interstitial pneumonia في الشيست، ومن ضمنها النون هوتشكين ليمفوما في الهيد اند نيك وفي السليبري جلاندز. الشجرن is an autoimmune disease بيأفكت يوجوالي الستات أكتر في السن دوت من 40 ل 60 سنة، وعنده 44 ضعف للإنسيدنس بتاع النون هوتشكين ليمفوما. يعني البروتات لو هيجي فيها نون هوتشكين ليمفوما لو فيها شجرن الإنسيدنس هيزيد 44 مرة. تشخيص الشجرن بيعتمد على إن البروتات جلانس آر أولموست سيمتريكالي إنلارجد ومليانين بـ سيستيك تشينجز زي ما حضراتكم شايفين. If you see this appearance, lead differential diagnosis. لكن أحد التشخيصات الكويسة إن هو يكون sugarin disease. And this is the appearance. The parotid glands are enlarged, and you see multiple cystic lesions within the enlarged parotid glands. بعض الأحيان you can see calcium, punctate calcification, ويفضل التشخيص زي ما هو. السليفري أبسس هو عبارة عن ممكن يديفلوب لوحده أو بعد on top of an infection قبل كده، وهو زي أي خراج موجود في الدنيا بيبقى كرة مليانة صديد والمارجن بتاعتها واخدة صبغة والفات اللي حواليها بيكون stranded. دولت الديفرنشال دياجنوزس بتاع السيستيك ليجنز اللي موجودة في السليفري جلانز. لسه قايلين دلوقتي موضوع الشجرن، وعندنا ديزيز هنجيب سيرته بعد شوية اسمه وارتونز تيومر، وبعدين عندنا واحد تاني هنجيب سيرته جايز المرة الجاية اللي هو البرانكيال كليفت سيست، وبعدين الرانيولا هنقولها المرة دي، وبعدين الخراج نيكروتيك نودز بروتيك تيومر، بعدين دي مهمة اللي هي HIV related bilateral cysts. يعني الواحد اللي عنده AIDS ممكن يكون عنده cystic changes في البروتيد ملهاش دعوة بالشجرن ولا بالنون-هوتشكين ليمفوما. عشان كده لما تلاقي البروتيد is enlarged وهم الاثنين bilateral symmetric وفيهم cystic changes differential diagnosis ثلاث حاجات: الشجرن و HIV related و non-Hodgkin lymphoma. هم التلاتة شبه بعض بالظبط، ما تقدرش تقول مين فيهم عن التاني. أيام زمان كانوا بيفهمونا إن الإيدز ما هوش منتشر قوي هنا، لكن الحقيقة يعني إن هو غير كده. في نفس الوقت يعني ممكن انت زي لما سافرت مثلا كده في كينيا، وكينيا الايدز يعني بيقولوا 50% من الشعب عنده ايدز، والايدز عندهم زي الانفلونزا عندنا كده، يعني يكون عنده ايدز دي حاجه ومعاه ديزيز تاني دي حاجه تانية. فكميه ضخمه جدا من الايدز ريليتد ديزيزز بتبقى موجودة في الناس دول. فلما انت تبقى أوير قوي بالحكاية ديت بتقدر تفسر بعض الحاجات اللي انت ما تقدرش تفسرها يعني في الأحوال العادية. And this is what we call HIV related benign lymphoepithelial lesions، ودولت يشبه بالظبط الشجرن ويشبه بالظبط non-Hodgkin lymphoma في السليفري جلاند. بعد كده عندنا ديزيز اسمه سايلوزيس، والسايلوزيس عبارة عن enlargement bilateral symmetrical enlargement of the parotid glands، وهي is painless والdensity بتاعت الجلاند is normal، ولو عملت لها سايلوجرافي تلاقي الدكتس كلها كويسة ومفيش سايلكتسس ومفيش أي حاجة خالص. هذا الديزيز اسمه سايلوزيس، أو تقدر تقول عليه benign enlargement of the salivary glands،
وهو ليه علاقة ببعض الأمراض الأخرى، بالذات الديابيتس والناس اللي عندها ساركويد. الساركويدوزيس ممكن يعمل enlargement of the parotid glands من غير ما يغير الدنسيتي بتاعتها. نيجي بقى للموضوع التيومرز. التيومرز are more common in the parotid gland وأقل في submandibular وأقل في minor sublingual salivary glands. معظم التيومرز عندنا نوعين زي ما قلنا، the epithelial and the non-epithelial tumors. التفرقة ما بين الاتنين ما هيش سهلة، ما بين البناين والmalignant، ولكن كل الناس اتفقت ان لما يكون في well defined marginally يعني قصدي well circumscribed lesion يبقى towards the benign، ولو كان في infiltrating lesion وداخل في حتت كتيرة يبقى ناحية المالينانسي. وأشهر واحد على الإطلاق في البناين هو البليومورفيك أدينوما بتاعت الباروتيد جلاند. البليومورفيك أدينوما بتبقى well defined localized lesion موجود inside a lumen يعني the superficial lobe، وممكن يبقى موجود في الديب لوب of the باروتيد جلاند. الأدينوما بتمثل 95% من السليبري جلاند ماسز، و 85% بيحصل في الباروتيد جلاند، وممكن في 25% تتحول إلى مالجنانت إذا ما تشالج. وعندنا incidence of bilaterality لا بأس به، and this is parotid adenoma على الناحية الشمال، واحدة تانية على الناحية اليمين. And the appearance of the parotid lesion, الأدينوما بيبقى homogeneously enhanced lesion, well-defined, smooth margin، ويبقى غالباً localized في ال superficial loop of the parotid gland. بعض الناس بتقول إن pleomorphic adenoma نتيجة وجود المية فيها، فبتبقى سودة في T1 وبيضة في T2. وبيقولوا كمان لو أنت شفت الليجن اسود في T1 واسود في T2 معنى كده انه ما عندوش ميه كتير، معناها ان هو مالجنت. بعض الناس بتقول هذا الكلام، ولكنه يعني في حقيقه الامر ما هوش يعني قاعده ماسكه نفسها. And this is a pleomorphic adenoma in the superficial lobe of the left parotid gland، اسود في T1 ابيض في T2، لما تحقنها صبغه بتعمل يعني homogeneous faint كده enhancement. Another example, and you see a mass or a nodule in the superficial lobe وفي T2 بيضة وفي الصبغة حصل فيها faint enhancement. طبعا دوت الريترومانديبولار فين، وهنجيب سيرته بعد كده في المحاضرات اللي جاية. And this is the pleomorphic adenoma of the deep lobe of the parotid gland. يعني ال superficial lobe مفهوش حاجة، لكن في well defined lesion in the deep lobe. And this is pleomorphic adenoma. وقد تنشأ البليومورفيك أدينوما في submandibular salivary gland زي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. نيجي بقى للوارتل تيومر. And this is a benign lesion معروف في الرجالة اللي سنهم كبير المدخنين. يعني الـ age incidence بتاعه سن كبير، والأشخاص دولت غالبا يعني في intimate history ما بين التدخين وما بين التيومر دوت، وهذا التيومر لا يتحول according to the literature إلى malignant lesion. والإيميجينج فايندينج بتاعته الكلاسيكية جدا إن هو is a tumor with a solid component and a cystic component. And whenever you see a lesion like this with solid component and cystic component in the parotid gland في واحد كبير مدخن، then the diagnosis is Wharton's tumor, which is a benign lesion. The bilaterality في الوارتون عالية جدا، توصل إلى 20%. And if you see this, then this is another or two other lesions. ممكن يكون في أكتر من واحد في نفس الناحية نفسها. The cystic component
ممكن يكون ظاهر لو كان التيومر كبير، وممكن ما يبقاش ظاهر لو كان التيومر صغير ويبقى كله من أوله لآخره صالح. And this is the bilious parotid mass. 90% من الناس مدخنين malignant transformation is extremely rare. And this is the appearance of Wharton's tumor. في بعض الأحيان بتلاقي مثلا نوديول كده في البروتد الشمال وفي اليمين، ولا البروتد الشمال. الحكاية دي ليها كذا تشخيص، من ضمن التشخيصات ان يكون bilateral pleomorphic adenoma، ان يكون enlarged intraparotid lymph nodes، ان يكون Wharton's tumor. انا رأيي يعني ان لو كان واحد كبير في السن وكان مدخن يبقى اجدع واحد تشخيص هو الوارتونز تيومر. اما لو كان المريض عنده كمية ضخمة تاني من الليمف نودز في النك يبقى consider دولت كمان معهم as enlarged lymph nodes. اما لو كان الواحدة بس على الشمال واحدة بس على اليمين then you may consider the possibility of bilateral pleomorphic adenoma. البروتيد ممكن يطلع فيها simple cyst زي السيست اللي بيطلع في الكدني وفي أي حتة تانية. أما المالينانسيز فهم هنقول إحنا في البرافرينجيال سبيسز إن الكارسينوما هي the most common tumor في الهيدندنج. بعديه بقى أقول زي ما أنت عاوز ليمفوما معرفش مين متاستاسيز والكلام ده كله، لكن الكارسينوما هي أشهر تيومر بيطلع في الهيدندنج، وهو أشهر واحد برضو بيطلع في السليبري جلاندز. الكارسينوما بتاعت السليفري جلاند واحد من الاثنين، يا اما ميوكو ابيديرمايد يا اما ادينويد سيستيك كارسينوما، وهي بتتعرف باي دي انفلتريتيف نيتشر بتاعتها، وان هي بتنفيد ذا سبيسز اللي موجوده في الاريا اللي طلعت فيها. ولكن في حاله وجود سمول لوكالايزد ليجن in the parotid gland زي دوت كده ما بتقدرش، ودي حقيقة ما بتقدرش تعرف إذا كان دوت benign ولا malign. فإحنا في وقت معين ما بنقدرش نفصل ما بين الاثنين. واللي أنا شايفه يعني إن ultrasound guided biopsy أفضل بكتير جدا من البيت سكان ومن أي حاجة تانية علشان تأسس بيها the nature of the tumor، لأن البيت سكان عنده overlaps كتيرة جدا ما بين البناين والمالجنت، والألترا ساوند دلوقتي هو رقم واحد على الإطلاق بلا منازع في البيوبسيز بتاعت الهيدا الدينيك. وأي حتة في الهيدا الدينيك can be reached by ultrasound، بالذات موضوع الليمف نودز والستيجينج اوف مالجنسز والكلام ده. وكل الناس مؤمنة إيمان راسخ إن البيت سكان ليس له أي دور في الـ evaluation of metastatic nodes، وإن الـ metastatic nodes الحل الوحيد فيها هو البيوبسي إذا كنت عاوز تعمل staging preoperative للـ tumors اللي موجودة في أيتها مكان particularly في الـ head and neck. Then if you see a big mass like this then you know that you are dealing with carcinoma whatever بقى mucoepidermoid or adenoid cystic carcinoma، but you see the invasion and the infiltration and extension in different ways. And this is a big mass in the left and the right parotid gland. And you see this is the submandibular salivary gland. ودي برضو submandibular الناحية التانية. There is a big lymph node هنا metastatic من adenoid cystic carcinoma. And this is also بالرغم ان هو well defined lesion لكنه طلع بالبيوبسي ان هو adenoid cystic. اذا ما كانش الليجن عامل invasion للي حواليه ما تقدرش تعرف اذا كان benign ولا malignant. وده نفس الكلام في الثايرويد. الثايرويد you cannot differentiate benign from malignant unless there is criteria of malignancy. والcriteria هي invasion او bone destruction أو metastatic lymph nodes في الحتة اللي حوالين التيومر. And this is
دي بقى الكلام اللي هو يعني انا شخصيا ما بحبوش قوي، اللي هو كارسينوما اون توب اوف ادينوم. احنا عارفين او يعني في الليترشر عارفين ان المريض دوت كان عنده ادينوما وسابها فتحولت الى كارسينوما، لكن انت لما تيجي تكتب التقرير فتقول ان في بيج ماس وانفلتريتنج ما اعرفش مين يبقى كارسينوما. ملناش دعوة هي كانت ايه ايام زمان، احنا لينا دعوة بس ايه الوضع الحالي اللي احنا بنواجهه في الوقت ده. لان الادينويد سيستيك كارسينوما ممكن تطلع في المانديبل، لما نيجي للمانديبل هنجيب سيرة الكلام ده بالتفصيل. ان يو كان سي ديستراكتيف ليجن، طبعا في حاجات كتيرة جدا بتطلع في المانديبل والميتاستاسيس وكده، لكن في الاخر خالص انت بيبقى عندك ليميتس معينة. بمعنى انك انت لما تيجي تكتب تقرير لحاجة زي كده فانت عارف كويس اوي انها مالجنة، جالك من فين؟ ان نص المانديبول متكسر والماوس فلور والبارافرنجل سبيس والحتة دي كلها affected، يبقى معنى كده you are dealing with malignancy. ما انت بتقول ان this is a malignant tumor، وبعدين شايف انت المين بالك اوف ذا ليجن از سنتر تو ذا ريمس اوف ذا مانديبول، then you have to provide some of the diagnostic possibilities. مفيش داعي انك انت تقول this is malignant for clinical correlation، او تقول this is malignant for PET scan، او تقول this is malignant for اللي هو MR وديناميك وما اعرفش مين والكلام ده. The best way for diagnosis these lesions is biopsy، والبيوبسي بتتاخد احسن ما يكون بالالتراساوند. يعني انا معظم الحاجات اللي بتجيلي من الهيد اند نيك ببعتها تعمل بالالتراساوند افضل للمريض بكتير. And this is a lesion اللي هو شكله infiltrative كده وما عندوش well-defined margin ودخل في deep lobe و-inseparable from the masseter muscle، شكله زي ما يكون malignant، لكن ده طلع بالبيوبسي ان هو is the polymorphic adenoma. اللي انا عاوز اوصله لك من هذا الموضوع ان الليجن في بعض الاحيان في البروتيد والثايرويد they cannot reach the accurate diagnosis، وان الدايجنوزس الصح انك انت تطلع على البيوبسي مباشرة وبلاش تقعد تلف وتدور وتروح وتيجي وبعدين في الاخر خالص هترسي برضو على البيوبسي في الاخر. بقية الحاجات النان ابيثيليال مشهورين شوية، ولكن الهيمانجيوما هي أكتر واحد فيهم. الهيمانجيوما of the parotid أو الهيمانجيوما of the head and neck من الحاجات المعروفة جدا، بتطلع تقريبا في كل مكان في كل مكان، يعني في الأوربت في هيمانجيوما وفي اللارينكس وفي النك العادية وكل حاجة. الهيمانجيوما is a hypervascular lesion وبيعمل يعني strong enhancement، موجود في الأطفال very common especially البنات، وفي منه نوعين زي ما احنا قلنا قبل كده capillary و cavernous hemangiomas، وممكن ال lesion دوت يكون unilateral وممكن يكون bilateral. الواحدة من العلامات القوية جدا في صالح الهيمانجيوما ان الهيمانجيوما ما بتتشافش بعد الولادة، يعني بتطلع بعد كده بفترة، ولو استنيت عليها بترجع في كلامه. يعني جزء لا بأس به من الهيمانجيوماس بيرجريس في الأذر تود، وده بيفرقها كويس جدا من الهيجروما أو الليمفانجيوم. الليمفانجيوما is a congenital lesion بيتشاف ساعة الولادة وما بيرجعش في كلامه، بيكبر على طول على طول بعد كده. فدي نقطة مهمة. طبعا if you detect the follicular دوت بيساعدك في التشخيص. الهيمانجيوما can reach a big size زي ما انتوا شايفين كده، ولكن ال enhancement pattern بتاعها وال signal intensity بيبقى واضح جدا. الصورة ديت كانت بتيجي زمان وقد تيجي اليومين دولت في الامتحانات، وبيتكتب عليها من ضمن الديفرنشال دايجنوزس بايلاترال جلوموس تيومر.
وتلاقي الناس اختارت الكولومبس في الإجابة، مع إن ده ملوش علاقة خالص بالحتة بتاعة الجلومس، إن this is المكان بتاع الباروتيد جلاند ودوت الكاروتيدز والإنترنال جاجيلر وكده. And this is bilateral باروتيد هيمانجيوما and it's not a جلومس تيومر. أما الليمفانجيوما، الليمفانجيوما is a congenital lesion بيتشاف برضو في الأطفال الصغيرين، مشهور قوي في النك، ما بيرجعش في كلامه، ما بياخدش صبغة، كورة كبيرة جدا مليانة مية، وممكن يكون ليها extension into the mediastinum. والاكستنشن في الميديستاينم مهم بالنسبة للجراحين، وأعتقد إن هو ده السبب اللي بيعمله من أجله الأشعة. يعني هو عارف إن دي هيمانجيوما سيست كبيرة قوي وكومبريسبل وكل حاجة، لكنه بيبقى عاوز يعرف الاكستنشنز بتاعتها especially in the mediastinum. الانترابراتيد ليمف نودز اللي هي كور 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 within the lymph nodes. بس التشخيص دوت لابد ان يكون ليه سبب وجيه، كأن يكون المريض معروف ان هو عنده ليمفوما، او يكون معروف ان او متشاف يعني عنده شوية من الليمف نودز موجودين في بقية النك. لكن انترا باروتيد ليمف نودز لوحدهم ده يعني تشخيص بعيد شوية، والافضل منه زي ما احنا اتفقنا يا اما يكون البليومورفيك ادينوما او الوارتون تيومر. الليمفوما نفسها بتاعه البروتيد، عن الليمفوما بصفه عامه عندنا منها نوعين، ذا برايمري سكندري، ذا برايمري تايب اللي هو تقريبا يكاد يكون رير في جميع الجهات ما عدا الليمف نودز، والسكندري تايب اللي هو معقول شويه وبيتشاف في حتت كتير. ف 80% من الليمفوما ار لوكيتد ان ذا بروتيد جلاند، ولكن انت مش هتقدر تعرف ان دي ليمفوما، ممكن تشخصها كارسينوما which is more likely ان الكارسينوما is more common عن الليمفوما. الشجرن وال HIV من ضمن الحاجات اللي بت predisposed to the development of lymphoma in the salivary glands. طبعا يعني ممكن طبعا الكارسينوما توصل إلى هذا الحد من غير ما تاكل المانديبل. لا هي مش انكيسنج قوي، هي زقه الفيسلز شويه، لكن عدم وجود ديستراكشن في المانديبل او يعني انفيجن اوف ذا فاسكولار ما هوش علامه اكيده للليمفوما هنا في الهيدا. ان معظم الليمفومس في الهيدن بينك بتتشخص بحاجتين، يا اما يكون في معاها بلقي ليمف نودز كتل ضخمه جدا، ودي برضو دلوقتي لقوا ان الكارسينوما نفس الحكايه ممكن يكون معاه نفس البتاع، والبايوبسي طبعا هو ده الحل النهائي. Then if you look here، فانت عندك حد عنده 50 سنة وعنده ماس انهانسنج في البروتيد وفي ماس تانية، ولكن الانهانسمنت دوت عشان ما تتلخبطش فيه ما بينه وما بين الهيمانجيوما، ان شفت الهيمانجيوما كانت عامله ازاي، ان الهيمانجيوما از ا ديزيز اوف ذا بيدياتريك ايج جروب. الليمفوما ليها او يعني معظم الليمفوماتس ماسز بتعمل هوموجينس انهانسمنت، وساعات يكون معاها يعني بلقي ميتاستاتيك ليمف نود. وزي ما بقول البايوبسي هنا بالالترا ساوند هي المعول الرئيسي لهذا الموضوع. عندنا هنا ماس ان ذا سوبرفيشال لوب اوف ذا باروتيد جلاند، وعندها شويه ليمف نودز ما هماش كبار قوي، لكن this lesion was proved to be the follicular lymphoma of the parotid. ده هو ماس في السوبرفيشال لوب اوف ذا باروتيد جلاند، وعندها مجموعه لا باس بها من الليمف نودز على نفس الناحيه. وهذا المريض HIV positive، يبقى the possibility of lymphoma هنا أعلى بكتير قوي من الكارسينوما. And this is also another example، إن see a mass in the superficial lobe of the parotid gland، والناحية التانية في ماس صغيرة كده في البروتيد.
قد يكون ديت مثلا اللارج انترا باروتيد ليمف نود، قد يكون بايلاترال انفولفمنت اوف ذا باروتيد جلاند باي ليمفوما، لكن انت في الاحوال العاديه ان كونسيدر ذس ليجن، يعني من انت شايف ان ده ممكن يكون towards the benign or the malignant، ولا مش باين له؟ طيب يعني هو ما عندناش على فكره مقاسات للبناين والمالجنت زي في حتت كتيره، فعشان كده انت لما يجي حاجه زي كده فانت بتوصف وتقول الوضع كذا كذا كذا، مفيش ليمف نودز او فيه، وبعدين تقول ان this is a parotid neoplasm والدياجنوستيك possibilities include the benign lesion like adenomorphic adenoma and the malignant lesion like مثلا adenoid cystic carcinoma. و انا بكره قوي الريكومنديشنز، فانت ما فيش داعي تقول فور الترا ساوند جايدد بايوبسي ولا فور اي حاجه خالص، انت بتقول له كده المفروض ان في واحد تاني الناحيه التانيه عارف شغله، فيبعت العيان ياخد بايوبسي. اذا كان مش عارف شغله هيبعت العيان يعمل بيت سي تي ويعمل مش عارف مين والكلام ده، وفي الاخر خالص يعمل البايوبسي. مين؟ احنا مين؟ ايوه نعم. هتيجي ازاي؟ انت طبعا ايه ايدك بتاكلك، عاوز تقول له اعمل الترا ساوند فيروس. انا عملت زي كده في وقت من الاوقات وحبيت اقطع على الدكتور السكه، يعني انا عندي قناعه جامده ان لو في destructive lesion in the vertebra يبقى هو metastasis، والافضل ان انا اطلع على طول على البيوبسي ما اعملش بون سكان ولا بيتا سكان ولا ام ار اي. فروحت عامل كده وكتبت كده في التقرير وجريت خط وبتاع، بعد شويه لقيت العيان عمل بيتا سكان وام ار وبعدين جالي عشان اعمل له البيوبسي. فهي القضيه انك انت ما تقدرش تتحكم في الموضوع، عشان ما تكونش انت نعم ماشي. لو في كده، لو في كلينيشن يعني حريص على مصلحة المريض بيرفع سماعة التليفون ويقول لك اعمل ايه بعد كده، تقول له الصح اعمل كذا. وده ايه مش هتعرف، ما انا قلت لك انا ما عرفتش امنع الحكاية دي. لا بالعكس، انا الاصل بتاعنا دلوقتي المشكله الاساسيه، يعني اقول لك مثال بسيط كده. واحد دكتور بيقول لي انا لما بلاقي عيان غني باخد منه فلوس اكتر عشان اديها للعيان الفقير. ايه رايك في الشغلانه دي؟ نمله او روبن هود مثلا يعني، او حاجه زي كده. انت انا رايي في الموضوع ده ان انت نصبت نفسك مكان ربنا اللي هو بيقسم الارزاق وكده. نمره واحد، نمره اتنين ايه عرفك ان ده غني؟ نمره تلاته مين اللي قال لك ان ده فقير؟ نمره اربعه يوجوالي انت بتاخد من الغني وما بتديش للفقير، يعني ده مليون في الميه ده بيحصل كده وكل الناس عارفه الحكايه دي. فكان الرد بتاعي انك لما تحب تبقشش بقشش من جيبك، يعني مش تبقشش من جيب واحد تاني، يعني هي دي القضيه. فانا دلوقتي انا ليا دور بعمله في الطب، وفي واحد تاني ليه دور، هو مقصر انا ماليش دعوه خلاص. طب انا بقول لك كده ليه؟ عشان لما تتسال تقول الصح كذا، لما يكون في حد معرفتك او قريبك وحيران ترشده تقول له كذا كذا. اما الطبيب المعالج، فالطبيب المعالج في جزء من مهمته انه يعرف الحكايه دي، اذا هو عارفها وبيعمل غيرها او مش عارفها هيتحاسب في الاثنين ناحيتين. ايه ما هي دي المشكله. احنا ايام زمان كنا بنريكومند الحاجة على أساس إنها مش هتستغل،
لكن دلوقتي انت من غير ما تريكومند والعيان بيستغل، فانت اول ما تقول له كذا از ريكومندد يقول لك هو اللي قال لي، انا ما بعرفش حاجه، هو اللي قال لي اعمل بيت سكان فرحت عملت بيت سكان. بس لا يا جماعه، انت دلوقتي انت هتتحاسب على دورك، مش هتتحاسب على العالم كله، انت اتقنت الدور بتاعك فقط خلاص. في واحد الناحيه التانيه مسؤول. ايوه، لما يسالك، لا خالص، لما يسالك اعمل ايه تقول له اعمل كذا، عمل ما عملش مش قضيه. لكن هو مثلا 99% مش هيسالك، هو هيعمل اللي في دماغه اللي هو بتاع العموله ويشوف مش عارف مين وحاجات زي كده. فهي دي المشكله. انا ليه بنبه عليك؟ عشان مش عاوزك انت تكون المحفز للراجل الكلينيشن انه ياخد عموله على المريض. بس يعني هو انت لما تقول له كذا از ريكومندد بتريحه نفسيا، يقول لك ده هو اللي قال لي. وحتى دي برضو يعني ليها عقوبه، اصل انت ما وانت بتشتغل ايه هو اللي قال لي؟ يعني انت كل واحد يقول لك حاجه تعملها؟ لا طبعا، صح ولا ايه؟ وبالتالي انت لما تكتب كده يقول لك هو اللي قال لي، فانا نفذت، لكن انت ما قلتلوش حاجه فقطعت عليه السكه. لما يعمل بقى يبقى على الاقل ممكن يفكر شويه، يقول لك ما حدش قال لي بس انا مش عارف ايه، ويعني طريقه كده. فالقضيه كلها بعض الناس بترفع سماعه التليفون يقول لك اعمل ايه للمريض، تقول له كذا، صح هو كذا. وفي ناس كتير يقول لي انا عندي واحد بيشتكي من كذا كذا كذا، الصح سي تي ولا ام ار؟ اقول له ولا ده ولا ده مثلا. يعني في بعض الاحيان بيحصل كده، ما بيزعلش لانه هو راجل بيستفسر، وانا بقول له الصح ايه لانه عاوز يعرف الصح. اما في واحد في دماغه حاجه وعاوز يعملها زي ما انا عملت كده، مهما عملت مش هتعرف تمنعه. هي دي القضيه. فما تكونش انت احد المسوغات اللي هو ياخدها قانونيه، يعني نعمل بيها اللي على مزاجه. بس هتقول اصل هو جاهل، الجاهل يتحمل جهل. وانا مالي، وانا يعرفني انا، يعني انت دلوقتي يا عمي هي صح، هي بتقول كلام حقيقي، ده بيحصل. يعني الجراح يكلمني في التليفون يقول لي يعني اعمل له عمليه ولا ما اعملوش؟ انا اشعه، يعرفني تعمل عمليه ولا تعملش، دي شغلانتك انت. يعني اتخانق على ايه؟ عشان مريض ايه الناس دي؟ حتى البلطجه بقت في الطب حاجه صعبه جدا. يعني طب ما اقول له اركن بقى على جنب وسيبني انا، ما تلبس العضد بتاعك تدخل تعمل الشغلانه وخلاص. بس ايه قول لي اعمل ايه وبتخانق كمان معايا؟ ايه الوكسه دي؟ طيب ليبوما اوف ذا باروتيد جلاند، واحده من الحاجات اللي بتعرف طبعا بالفات دنسيتي والسيجنال انتنسيتي. ولو عملت فات سبريشن الليبوما بتسبريس طبعا في الفات، وفي الفات سبريشن ايميجينج، ودي حاجه من الحاجات السهله جدا في التشخيص.